برحب بحضراتكم من جديد، وزي ما عودناكم بنبدأ بأخبار النادي الأهلي اللي رجع النهاردة عشان يستكمل تدريباته استعدادا طبعا لمواجهة وادي دجلة يوم الجمعة اللي جاية في الدوري الممتاز، بعد طبعا الراحة اللي ادها فايلر للاعبين لمدة 48 ساعة بعد الفوز على المصري بهدفين نظيفين في الجولة اللي فاتت. طبعا مباراة مهمة في مشوار الأهلي نحو حسم اللقب ال 42 للأهلي في تاريخه، وبنتمنى كل التوفيق للفريق خلال المباريات اللي جاية كلها. طبعا احنا عندنا بينضم لقائمة الغائبين عن المباراة اثنين من الأعمدة الأساسية للفريق، علي معلول بسبب طبعا الإنذار والإيقاف الإنذار الثالث، والسولية طبعا اللي هيغيب لإصابته بشدة في العضلة الأمامية. على كل الأحوال ريني فايلر المدير الفني للأهلي بدأ بالفعل في تجهيز محمود وحيد الظهير الأيسر عشان يشارك بشكل أساسي إن شاء الله في مواجهة دجلة عشان يعوض غياب علي معلول، زي ما قلت لحضراتكم خد الإنذار الثالث في ماتش المصري. كمان هيرجع للقائمة إن شاء الله بإذن الله ديانج وأحمد فتحي اللي غاب عن المباراة الأخيرة بسبب الإيقاف. فايلر هيعتمد طبعا على وحيد في ماتش دجله، خصوصا انه يمكن اللاعب حتى كمان شارك، يعني اعتقد ان فورمه الماتشات مش بعيد عليه انه شارك في اكثر من مباراه وفي الماتش الاخير على وجه التحديد وظهر اعتقد بشكل جيد. في كل الماتشات اللي بيشارك فيها محمود وحيد يا احمد بحس ان هو ما كانش على الدكه، بحس ان هو اداؤه كويس جدا، بحس ان هو في الفورمه، بحس ان هو هيقدر يعوض غياب علي معلول. صحيح، نتمنى ده ان شاء الله.